نص ساعة تقريبا قبل بدء المظاهرة بنص ساعة شفنا دعوات على وسائل التواصل لخروج من المظاهرة أمام شركة الكهرباء. الأسباب الرئيسية انقطاع الكهرباء لما يزيد عن 24 ساعة متتالية على معظم أحياء مدينة الباب، ولحد الآن ما أجت. بعد مراجعة شركة الكهرباء تبين أنه لسه بدها 24 ساعة تالية لتصل الكهرباء. الإشكالية أنه شركة الكهرباء هي شركة احتكارية، وبالتالي احتكرت الكهرباء في مدينة الباب ما اضطر الأمر إلى إغلاق جميع المولدات العاملات في مدينة الباب، وبالأخير احنا مجبورين ناخذ من هي الشركة. ثانياً عمليات كان اجى الشرطه علمني محمد الحجار ابني، قال له انا، قال له تفضل معنا. اخذوه راح على المخبر، حبسوا اول نهار وثاني نهار. ليش بس بخيو؟ قال له انت عندك دار مأجره؟ قال له ايه. قال له الدار صاحب الدار بصير كهرباء. قال له شو اسوي له؟ هي اخذت اجازه سياره عندي، اعطيني هو جاوب اني يجي الشرطه جاوي تبليغه ب 8000 دولار، 8000 تركي. هاي الشيء على غرامي، ليش جاوبت انا استاجرت، انا عندي اجازه سياره في رسمي. قال ولا كان احنا سوق حالنا من الملك، المساجد دشروه المساجد هزم. دفعت عمي؟ ما دفعت، هلا استأنفت المحكمة. لا تدفع عمي، استأنفت المحكمة. هلا شلة حرامية عم يصراوا الشعب كله، وين تدفع؟ لا تدفع عمي، لا تدفع. انا ماني حاسب بيحكي عن الجيم.